كان له اللبدة الأكثر سواداً وهيبة بين الأسود في جنوب أفريقيا، اعتبر في محمية كروغر الوطنية من الأسود الأسطورية والمحاربين القدماء. شكل تحالفات مع العديد من أبناء ذريته وحتى من أعدائه، والذين قتلوا أو اختفوا لاحقاً، ليبقى وحده علامة بارزة على صموده وشدة بأسه. عرف بلوبي لوبي، حيث عاش لفترة طويلة بخبرته الكبيرة في تكتيكات البقاء. واليوم سنتعمق في كل تفصيلة من تفاصيل حياته المشوقة التي عاشها في مجتمع مليء بالوحوش المفترسة المنافسة والقاتلة، حيث نتجه إلى الجنوب من أفريقيا، أرض الأساطير والمكان الأكثر تنوعاً بحيواناته البرية، دون العبور بمحمية سابي ساند جحيم الأسود الأفريقية. وسنتوقف عند أحد أكثر الأسود تميزاً في حديقة كروغر الوطنية. كان تاريخ 20 سبتمبر 2014 مميزاً، حيث ظهر في ظهيرة ذلك اليوم أسدان صغيران في سهول منطقة سكوكوزا. ثم دخل الأسدان المنطقة مستعرضين عضلاتهم المفتولة وحجمهم الضخم على جميع الحيوانات هناك، فبدأوا بالتنمر والتحرش بكل من صادفوه بطريقهم، وتسببوا بفوضى كبيرة معلنين الحرب على الجميع. لم يقوموا بهذا التحدي عن عبث، بل كان من الواضح أنهم أقوياء للغاية ومتحدين للغاية أيضاً، بما أنهم إخوة، حيث كانوا يحملون نفس المزاج وتقنيات المعركة والتحركات والعنف. لقد أصبحوا الحكام الحقيقيين لسكوكوزا وطردوا جميع الذكور الموجودين في ذلك الوقت. وفي البداية أطلق على أحدهم اسم رامبو نسبة لحجمه الضخم، بينما عرف الأسد الآخر بدارك مين بسبب لونه الغامق والذي تتحول عيناه من الأصفر إلى الأحمر أثناء غضبه. تم إعطاء لقب لتحالف هذين الأسدين، فعرفوا بتحالف مازيسي. بما أنه لم يعرف من هم آباؤهم أو من أين أتوا، ورغم ذلك أصبحوا الحكام الجدد الفعليين للمنطقة بأكملها ولو لفترة وجيزة، حيث أنه بعد سنة واحدة فقط دخل 3 أسود ذكور متجولين إلى أراضيهم، وكانت تلك الأسود قوية للغاية وبلطجية، وصنعت فوضى في المكان كما فعلت دارك مين والرامبو أول دخولهم. في البداية تمكن اثنان من هؤلاء الأسود البلطجية من محاصرة الأسد رامبو ومزقوه إرباً بعد معركة شرسة ووحشية بينهما. ثم حاول شقيقه الثالث قتل دارك مين أو حتى طرده من الأرض، لكن دارك مين واجههم بكل ضراوة، وبالفعل كان قادراً على قتل أحد الأسود 3 انتقاماً لأخيه الرامبو. ولم يتوقف عند هذا الحد، فقد دخل في حرب مميتة مع الأسدين الآخرين، وتمكن من إبعادهم عن المنطقة في مفاجأة غير متوقعة، واستطاع أن يثبت للجميع أنه أسد قوي جداً وأسطورة من أساطير الأسود الأفريقية. لكن بعد يومين فقط عاد أحد الأسود الشرسة التي لم يشفى غليلها ولم تقبل الهزيمة والطرد، وهنا حدث أمر غريب للغاية. صدم جميع المراقبين، فقد قبل دارك مين وجود هذا الأسد الدخيل في المنطقة دون أي نزاع جديد، ليشكل معه شراكة وتحالفا آخر جديدا. ربما علم دارك مين بذكائه الكبير أنه لن يستطيع حكم المنطقة بمفرده، فاتبع مبدأ المصلحة المشتركة، ليتجه هذين الأسدين بعدها ويستقران في المنطقة القريبة من جسر لوبي. ظل الأسد الجديد متنقلا في المنطقة المسمى S36، لهذا السبب تم تسمية دارك مين بعد ذلك باسم لوبي لوبي نسبة للمكان الذي استقر فيه، ليطلق على الأسد الآخر أيضا S36، ويسيطرون معا وبقوة على كل شبر من منطقة سكوكوزا. شارك لوبي لوبي في العديد من المعارك بمفرده، وتمت رواية الكثير من الحكايات الأسطورية عنه
في حديقة كروغر. وإحدى القصص أنه دخل في قتال مع 4 أسود قوية صغيرة، حيث واجههم بمفرده وقتل 3 منهم، ثم طرد 4 بعيدا. وكل ما حدث له هو أن جزءا من ذيله انقطع فقط، ولهذا السبب أعطوه لقبا إضافيا آخر وهو كينكي تيل، رغم أن كينكي تيل الحقيقي الأسد القوي في زمرة المابوغو القاتلة لا يمكن أن يقارن بغيره. ظل لوبي لوبي والأسد الآخر يتحركون كل يوم إلى مخيم سكوكوزا تحت أعين الزوار، حيث سيطروا على الطرق H1 و HA وتزاوجوا مع أغلب الإناث التي صادفوها في طريقهم، فامتلأت المنطقة بنسلهم. كان لدى لوبي لوبي بعض العادات الغريبة، حيث كان يقوم في كل صباح بتمارين التمدد للحفاظ على لياقته البدنية، وكان يمشي على طول الطريق من سكوكوزا إلى سابي ساند السفلى، ثم يرجع في نفس اليوم. لقد تمتع بشخصية قوية أعطته الكثير من الثقة بالنفس، وكان يصطاد كل يوم بنفسه دون أي مساعدة من اللبؤات. لذا لطالما شوهد برفقة زميله في التحالف S36 ببطونهم الممتلئة. لكن في 25 من يناير من سنة 2018 اختفى S36 تماما، ومثل المعتاد في ظروف غامضة بالطبع، وهذا من شأنه أن يترك لوبي لوبي وحده مجددا. ولكن كل ذلك لم يشكل فرقا بالنسبة للوبي لوبي الذي استمر في المضي قدما وحكم المكان بمفرده حتى بداية سنة 2020، حيث أنه في ذلك الوقت كان قد أصبح أسدا كبيرا في السن بعض الشيء، وقرر تشكيل تحالف مع أحد أبنائه الصغار. وكما هو متوقع، استطاع لوبي لوبي أن يحقق نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، وقام برفقة ابنه بدوريات مكثفة لاستكشاف الأراضي المحيطة، ويعلن تواجدهم في كل مكان دون خوف من أي شيء، وصولاً إلى يوم 21 من يونيو من سنة 2021، والذي اختفى فيه ابنه وزميله في التحالف في ظل ظروف غامضة معتادة. ومع مرور الأيام كان لوبي لوبي يكبر أكثر، وبدأت علامات الشيخوخة والضعف تظهر عليه بشكل واضح، لكنه ظل الحاكم للمنطقة ولا يزال قويا كعادته، لدرجة أنه في إحدى الأيام نزل إلى بركة التماسيح في منطقة نوكوهولو وأخذ فريسة منهم، ليس لأنه كان جائعا ولكن فقط لإزعاج تلك التماسيح وإثبات سطوته الكبيرة. استطاع لوبي لوبي وعلى مدار حياته اصطياد الجاموس ووحيد القرن وصغار الفيلة وصولا للنعام والنسور، فقد تذوق هذا الأسد المخيف لحم أغلب الحيوانات والطيور في المحمية دون أي استثناء. ثم في 5 يوليو سنة 2021 دخل أسد شاب يدعى ليوبان أراضي لوبي، وتسلل هذا الأسد وعقد العزم على التزاوج مع إحدى لبؤات الملك. ولكن في لمح البصر ظهر لوبي لوبي فجأة بعد اصطياد رائحة هذا الأسد الدخيل، ونشبت بينهما معركة أصابه فيها بجروح خطيرة كادت أن تقتله، ليتمكن بعدها ليوبان من الفرار وإنقاذ حياته. لاحقاً قبض لوبي لوبي على أسد آخر يتزاوج مع لبؤة من قطيعه، ليقوم الملك بقتلها كدرس للإناث الأخريات عن أن الخيانة لها ثمن باهظ هو الموت بالتأكيد. بعد هذه الحادثة كان 2 من أشبال الملك لوبي قد وصلوا إلى مرحلة البلوغ، وللصدفة شوهد ليوبان معهم أيضا، حيث تجول هؤلاء 3 مشكلين تحالفا مع بعضهم البعض، مع احتمال كبير أن يقوموا بمهاجمة الملك لوبي لوبي في أي لحظة. مع بداية عام 2022 لم يترك جزء من وجه الملك دون جروح وندوب، كدليل على المعارك والحروب العديدة التي خاضها هذا الأسد القوي. وفي 3 أبريل من ذات السنة، وفي خطوة ذكية للغاية، قرر الملك القديم تشكيل تحالف مع تلك الأسود 3 الشابة، وتمت تسمية 2 من الأسود بS28 نسبة للمكان الذي أتوا منه، وسمي الأسد 3 أسد بركة فرس النهر، والذي تعود تسميته أيضا نسبة لموطنه الأصلي.
هذه الأسود هي في أوج عطائها ومجدها الآن، لأن أعمارهم حالياً وصلت لحوالي 7 سنوات تحت قيادة صاحب الخبرة والقائد القوي لوبي لوبي. في آخر أيام الملك لوبي لوبي اختفى تماماً من حديقة كروغر لـ2 شهرين، ولم تعرف أي تفاصيل عن مكانه خلال تلك الفترة، لكنه عاد للظهور وكان مظهره سيئاً جداً وضعيفاً مثل ظهور الملك نينها قبل وفاته. كان جسده ممتلئاً بالجروح الخطيرة ولم يستطع السير بسهولة على ساقه الخلفية اليمنى، حيث ومن الواضح أنه خرج من معركة حديثة وشرسة للغاية مع أسود أخرى. لا توجد معلومات مؤكدة حول ما حدث، لكن الشيء المؤكد أنه من المستحيل أن يستمر في هذه البرية القاسية، وقد بدأت مسيرة حياته بالعد التنازلي. بالفعل بعد يوم واحد فقط من مشاهدته رحل هذا الأسد الأسطوري بعد أن واجه الكثير والكثير من الأسود المنافسة وتحالفاتها القوية، وبعد أن تحدى كل مصاعب البرية الشاسعة ووحوشها الأخرى الشرسة، وخاض معارك لا حصر لها، وتمكن رغم ذلك من البقاء على قيد الحياة لسنوات عديدة بعد أن نشر جيناته في كل ركن من أركان حديقة كروغر الوطنية.